اكو تسهيلات. اول شيء المواطن الكندي يدخل، يقدر يدخل الولايات المتحده يعني زياره بدون ما ياخذ فيزا، هذا اول تسهيل. ثاني تسهيل انه اكو فيزا عمل معينه موجوده للكنديانز يسموها التي ان فيزا، بها 63 نوع عمل يقبلون به يعطون التي ان فيزا، وعاده كل سهله واحد يقدر يحصلها اذا عنده كل الاثباتات ويقدر يقدم على الحدود، بس لازم يكون عنده رساله من الشركه. واخر شيء موجوده الاي فيزا، اي 2 فيزا للكنديين، هاي خلال نافتا يقدرون يستثمرون بالولايات المتحده ويفتحون مشروع ويعيشون بالولايات المتحده هم ويعني اطفالهم وعائلتهم يعني كأي مواطن ثاني، بس لازم يجددوا هاي الفيزا كل سنتين.